قال ستجدني إن شاء الله صابرا. فانطلقا يمشيان بساحل البحر ليست لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فأخبروهم أن يحملوهم بغير نول، فعرف الخضر فحملوهم بغير نول. فجاء عصفور فنغر نغرة أو نغرتين في الماء، قال الخضر لموسى: يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما ينقص البحر من نغرة هذا العصفور. ثم عمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فانتزعه بيده، فقال موسى: قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى، لولا أنه عجل لرأى العجب، ولكنه أخذته من صاحبه ذمامة. قال: لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيانا. فانطلق حتى إذا لقي غلاما يلعب مع الغلمان، فقال الخضر برأسه فانتزع رأسه بيده، فكبر ذلك على موسى. قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض، فقال الخضر بيده فأقامه. قال موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فإذا وجدها مخروقة تركها فأصلحوها بخشبة. وأما الغلام فطبع يوم طبع كافرا، فلو أنه أدرك أبواه أو أحدهما لأرهقهما طغيانا وكفرا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. هذا الحديث فيه فوائد. فيه من فوائد هذا الحديث أن الصحابة كانوا يرجعون إلى علمائهم فيما استشكل عليهم من العلم. والليلة للأسف الشديد في الغنوات وفي الإذاعات يرجع الناس إلى جهال، إلى دعاة شرك وضلال، إلى مخالفين لما أنزل الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسأل أحدهم في مسائل عقدية، مسائل أنزل الله من أجلها الكتب وبعث الله من أجلها الرسل، فيدعو هؤلاء بدعوة المشركين، كما يقول ذاك المجرم المدعو محمد منتصر الإزاري، يسأله في برنامج فتاوى في قناة النيل الأزرق أو قناة الشروق، قال: التوسل جائز، التوسل بالصالحين جائز. يعني شنو التوسل بالصالحين؟ يعني تمشي القبة تنادي الشيخ مع الله سبحانه وتعالى: يا شيخنا تفزعنا، يا أبونا الشيخ أن احنا في حواك ونحن جيناك من بعيد، ويا أبونا الشيخ أنا مشيت مصر ما لقيت علاج، ومشيت الأردن ما لقيت علاج، يا أبونا المكاشفي أمرك من عندك من غير علاج؟ قال: جائز، ده حلال. وربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. أي زول بنادي غير الله ما عنده دليل وما عنده برهان، لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن الفوائد
أيضا في هذه القصة أن ابن عباس قال عن نوف البكالي وهو تابعي فاضل عالم لا سيما بالإسرائيليات وهو ابن امرأة كعب الأحبار، قال عنه كذب عدو الله. قال العلماء كما قال ابن حجر وأهل العلم يطلقون مثل هذه الألفاظ ولا يريدون حقيقتها، وإنما يطلقونها تنفيرا وزجرا لأهلها من الباطل. ولذلك قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ولا يا جماعة، لو ابن عباس قال عن نوف البكالي كذب عدو الله لأنه قال مقالة قال موسى الذي جاء في القرآن هو ليس بموسى بني إسرائيل بل هو موسى آخر، فكيف بهؤلاء الذين يدعون حق الله؟ محمد عثمان المرغني في كتاب فيوض البحور المتلاطمة في كشف الراتب المسمى بالأنوار المتراكمة يتكلم عن نفسه قال إن كنت في هم وكرب وشدة فنادني بيا مرغني آتيك بسرعة. ده اللي يقولوا عليهم شنو؟ إذا كان ديك نوف البكالي قال عنه ابن عباس كذب عدو الله. وأنا أتعجب مش من الناس الحاضرين، من ناس أحيانا في الغناء بتاعتنا الغناء المنهج السلفي لمن أخواننا يشتدوا على من يستحق الشدة من المجرمين ومن المشركين ومن دعاة البدع والضلال يقول لك اسلوبكم بالراحة. نوف البكالي ابن عباس قال له عدو الله، ده اسلوب كيف؟ حكمة ولا ما حكمة؟ دي حكمة ولا ما حكمة؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال عن للنبي عليه الصلاة والسلام واغلظ عليهم، أي اغلظ على المنافقين باللسان. قال ذلك ابن مسعود في التفسير، زي ما ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، نفس الكلمة دي غليظ والغلظة تجوز مع المشركين، تجوز مع المنافقين، تجوز مع كل من يحارب دين الله رب العالمين. جزاكم الله خير.